Please watch your luggages. Hold the handrail. Mind your steps. Your attention, please. هاي، حلقة جديدة من The Traveler بتبلش معكم، وخلونا نتعرف على ضيفتنا المميزة لليوم ونشوف أي بلد اختارت. My approach is not about only being a design piece of jewelry. It's about bringing something new to the market, something new for all of us to relate to. What it is to have a strong identity. It's about what I see and I would like to express. It's a lot of contrast as well between black and white, between my life in Lebanon, my life in Dubai, the young me and who I became today. هاي، رجعنا معكم بحلقة جديدة من The Traveler مع زياد، وحلقتنا اليوم معنا ضيفة مميزة. ضيفتنا جاية هيك من عالم، إذا فينا نقول عالم الأضواء، بس بأضواء مختلف اللي هي المجوهرات. معنا نادين كانسو. هاي نادين. هاي، كيفك زياد؟ أنا منيح، كيفك أنت؟ الحمد لله. أول شيء تانكيو استقبلتينا عندك بالبيت. أهلا وسهلا فيكم. بيتك كتير حلو، الأرت عندك عن جد بعقد. أول شيء بتبلش معك هيك، كيف بلشت من الأول؟ يعني أنت لأنه درست غير شيء، ما درست، لا بالأحرى درست جولري ديزاين. لا actually ما درست جولري ديزاين. درست communication arts، radio TV film و advertising design. long time back. من زمان كتير بلبنان، وفت على المجوهرات يعني إذا بدك، لأنه إجت فكرة على بالي، أو كان بدي أقول، كان بدي أوصل فكرة معينة عن الهوية العربية، وهيك فت بالمجوهرات. أي سنة بلشتي؟ بلشت من 17 سنة. 17. وبلشت بالعربي، وسميت البراند بالعربي. بالعربي. لأنه كانت عن الهوية العربية، عن ثقافتنا، عن لغتنا، وحبيت أنه هذا الشيء يتطور. وبلشتها مش كأنه براند أساساً، بلشتها بطريقة عفوية من بعد 9/11. ما بدي فوت كتير بالسياسة تبع هذا الموضوع، بس حسيت بوقتها أنه كتير أشخاص بالغرب بلشوا يسموا أولادهم أسماء غير عربية، وهذا الشيء حسيت أنه عم بيأثر فيه وبيأثر على هويتنا. وحبيت أطلع بفكرة تخلينا إذا بدك نلبس حرفنا أو نحكي أكثر بلغتنا العربية، وهيك بلشت البراند. بلشت بالتصوير، ب body of work، يعني عمل كان اسمه مين أنا، نعرض بلندن بالفي ان اي. ومن هنيك قلت لا، لازم أطور هذا الشيء أكثر، كيف فيني أوصل لفكرتي على لأشخاص أكثر، وقلت ليه ما بنلبس حرفنا بالعربي. رح ارجع فوت هيك ديتيل شوي معك أكثر. رح بلش بثلاث أشياء أنت عمتين، أنت بتصوري فوتوغرافر وجولري ديزاين، صح. وكمان عندك براند اللي هي نادين كي، يلي بتعمل اشياء هيك مثل جيفت، اذا فينا نسميهم. ايه اي دو ذات، بس ما بعمل هذا الشيء، بس مش دائما، مش كثير، حسب المناسبات. وبما انه طورت هلا 17 سنه، طورت البراند تبعيتي اللي هي بالعربي، صار كل الفوكس على بالعربي، وسكندري بيجي الارت تبعي او الفن تبعي اللي هو فوتوغرافي. واللي صار فيني اقول يمكن شي 3 4 سنين ما اشتغلته مزبوط مثل قبل. ايه، لانه اجى كوفيد، والجاليري اللي كنت اشتغل معها سكرت. وجربت قد ما في حط اكثر افورت على البراند تبعيتي، لانه عم ننتقل من محل لمحل هلا بالبراند، عم نعليها تتصير اكثر فيزبل بالمنطقه وبالخارج. نادين، انت اذا بدك هيك تفكر، يعني حتى من قبل، مش ضروري هلا وين صرت، اذا بدك تفكري ايها بتحبي اكثر، بتفكري كفوتوغرافر ولا كجولري ديزاينر؟ ليك، كلهم بيجوا من شخص واحد، اوكي. الكرييتيف بروسيس تبعه شوي مختلف، بس بزيت الوقت البيس تبعيته هي انا. الفوتوغرافي بتخليني افكر اكثر بعمق اذا بدك، لانه وقتها بفكر بقصه او بثيم، او بدي افكر فيه مزبوط وقتها احكي عنه بكل قناعة. الجولري ديزاين أكتر، سو بدك تشوف الاستاتيك تبعها.
قدي أحلى قدي يعني هيدا الديزاين ريزونيتس أو بيقول شو بدي يعني بيفسر شو بدي أقول غير كتير غير in terms of the process بس القصة ذاتها أو إذا بدك الفكر ذاته أو يعني أنا شخص ذاته هذا بدي أسألك بتحس إنه اتنيناتهم فيهم شيء خصهم بالعربي ولا لا الفوتوغرافي completely لا أول ما بلشت الفوتوغرافي كمان كان مثل ما قلنا على الهوية العربية كان اسمها مين أنا مين أنا إنه بحكي بالعربي حكيني بالعربي حبي عربي مستقبلي عربي كان كل شيء عن الهوية العربية ومين نحن كعرب وقدي لازم نكون نحن فخورين بهيدي الهوية وما نخاف نقول إنه نحن عرب خصوصا بهيداك الوقت هلأ طبعا 17-18 سنة تغيرت الأمور وصار في يعني تسلط الضوء علينا هلأ بطريقة غير خصوصا المنطقة هون عم بحكي منطقة الخليج وبالأخص الإمارات يعني اليوم نحن حطونا على الخريطة بطريقة أخرى صرنا نفتخر أكثر ونحس حالنا أنه لا صوتنا فيه يوصل للخارج بطريقة مختلفة وفي صار احترام أكثر لنا مزبوط بهيدي الطريقة بعتقد يعني الإمارات عملت لعبت دور كتير كبير وعطت إكزامبل لكل البلاد العربية أنه تسعى تتكون مثلها بالنسبة للفوتوغرافي لأنه بتطلع بحس كأنه عندك شوي كأنه مثل كولاج شوي يعني بتصوري وبتزيد عليهم إشياء يعني أكيد في مسج منه لأنه واحد وقت يعمل هيك شيء بيكون في مسج معين منه أول كام كام عمل عملته إن كان مين أنا كان طبعاً كتبت بخط العربي وحطيتهم ووقفت أشخاص وأخذت لهم صور كان عندك كذا لاير سو بيسكلي الكتيبة وعلى الكتيبة كان في كولاج وبعدين أجا شخص وحمل هيدي يعني الورقة اللي بتقول حكيني بالعربي أو فكري عربي الشغل الثاني كان مثل هيدا شغل اللي هون معلق عندي على الحيط رحت على بلشت أفكر أنه العالم العربي عم بحكي على الوحدة العربية اللي كانت بالستينات إذا بدنا نقول مين كانوا هدول الليدرز تبعونا مين نحنا ومين نحنا اليوم ككونسيومرز كان في كتير كونتراست بهذا الشغل بعدين اشتغلت مثلا عشي لدبي Future of Yesterday so جبت صور قديمة اخذتها لدبي عملت لها كولاج وزدت لها أشياء من الأشياء جديدة لدبي سو دايما في كونتراست بالشغل تبعي ودايما في حتى الأعمال اللي مثلا بشغلها عن لبنان كتير سوسيوبوليتيكال بتحكي عن مين نحنا بلبنان كلبنانية كيف مفكر والنايت لايف مثل عندي بودي أوف ورك اسمه ولعاني بيروت سو عندك ولعاني بيروت على الأرض اللي هي شو عم نعيش نحنا بالمعاناة اللي عشناها من الحرب الأهلية أو حتى من قبل اللي هي لتفلي والعانة مش والعانة آذن صح وبعد أكثر هلأ من 2017 إلى آخره وعندك طبعاً النايت لايف اللي نحنا كمان نفتخر فيها ومنسميها والعانة كمان ومنسميها والعانة طيب إذا ما ننتقل شوي على الجولري لأنه حب شوي أحكي معك عن الجولري غير عن الفوتوغرافي الجولري عادةً مثل ما أنا بشوفها أنه بلاي انه هلا انت بتحطي انت شو بتحبي بتعملي الديزاينز اللي انت بتحبيهم بس قد ايه بتحبي او ما بتحبي وقت بتجيك زبونه او زبون بيقول لك انه انا بدي هيك وانا بدي اغير هيك وانا بيعطيك رايه هو بتحبي او ما بتحبي اكيد ما بحب بس اكيد بسمع باخر النهار لانه في فرق بين انت عم تشتغل كفنان وهذا الشيء بيضايقك لانه بيصير في تعدي على فكرك الكرييتيف اذا بدك بس بزيت الوقت لأنه صارت براند بدي أنا مجبورة أسمع شو بيقول الكلاينت مجبورة بس مش أنه ما بحب يعني لأنه أحياناً بيفيدك هيدا الشيء بيفيدك لأنه في ناس بيجوا بيعطوك أكشلي أفكار وهيدا الحلو بالشغل اللي بشتغله أنا خصوصاً لأنه بعمل كتير كاستمايزيشن يعني أنت اليوم بتجي فيك تطلب اللي بدك إياه من عندي منغير لك الألوان شوية ديزاين وهيك بس أنه أكيد مش تروح توتالي تقلي بدي أعمل مثل هيدا اللي بيعمل مثلا بالسوق الكلمات العربية بقول لك تعرف شو تفضل عنده أرخص لك أرخص لك دفنتلي أرخص لك لأنه بآخر النهار أنا عم خطط يعني أنا بخط يعني في كتير كلمات أنا بإيدي بعملها بكتبها
وطبعا معاملنا مش مثل برا، وطبعا الشغل بذهب عيار 18 وبالماز اوف جود كواليتي والى اخره. هذا بدي اقول لك لانه واحد وقت يقرا عنك بيركزوا كثير انه على الكواليتي اللي انت بتستعمليه. سو انه هيدا الشيء يلي اكثريه الناس بحبوه، غير انه كديزاين كثير حلو بيعرفوا كمان في كواليتي عم بياخذوها. في كواليتي، وبنشتغل مع معامل هون كثير مرتبه وبيعملوا لنا الكواليتي اللي نحن بدنا اياها. وفي كثير ناس وقت بيجوا من برا بيقولوا لي عم تشتغلي هون بدبي مثلا مثل هيدا الخاتم، او حتى مثل اخر كولكشن عملناها مثل هاي الحب، بيطلعوا فيها شغلتيها بايطاليا؟ لا، مش شغلتها بايطاليا، شغلتها هون بدبي. وهيدا شيء كثير منيح، انه اوبفيسلي الاسعار مش مثل تايلاند او غير محلات وير يو هاف لاس كوست، اوبفيسلي هون اغلى، بس you know you have very good quality. Yeah. عم بياخذوا شيء كمان عارفين انه قيمته فيه، يعني قيمته موجوده. Exactly. نادين كمان سؤال عن ديزاين، يعني هيك عن جد هلا عم بتطلع بايديك وانه عم بستوحي اشياء، يعني حتى حب انا ما كنت منتبه انه حب. لا، هيدي الكولكشن الجديده اسمها حبي. عندك الحق والباء، سو بيسكلي عندك الحق وعندك الباء هون. سو هيدي الكولكشن بوث مان اند وومن كان وير، يعني بيلبسوها رجال ونسوان. وعندي الحلق منهم طبعا، و ان اني كولر اوف جولد، عندك اياها ابيض، زهر، مع دايموند، بلا دايموند. سو هلا انت ذكرتي قبل انه بلشت معك مش بالغلط، بس انه بلشت شوي هيك مثل كانه بالصدفه. كان عندك قبل هيدا الباشن للجولري؟ اه يعني انت صغيره كنت تلبس كثير جولري قبل؟ لا، انا وصغيره كنت اكثر مثل حسن صبي مثل ما بيقولوا. كنت البس كثير لك جينزات كل الوقت وبري وتنس شوز شوي بعد مثل هلا. لا اسم الله كثير ستايلش. ثانك يو. بس لا حسيت لا كنت بعدين وقت كبرت شوي صرت البس من عند امي اخذ الاغراض وهيك، بس نيفر ات واز مور اوف ستيتمنت، يعني حتى كان دائما البس اشياء كبيره وكذا وهيك، بس ما كان عندي هال لا بدي خاتم اول ما تخرجت او بدي، لا كنت فضل ساعه وقت تخرجت يعني. اوكي. بدي كفي معك هيك انتقل شوي على السوشيال ميديا، لانه هلا هالايام انه السوشيال ميديا كثير بتفيد. انت حدا اكتف على السوشيال ميديا، وقديه بتحس انه عم بتساعدك بالانتشار؟ يعني اذا ما نحكي definitely السوشيال ميديا بتساعد بالانتشار. definitely I'm active on social media، بس ماني active to a point انه عندي 1000، يعني بعدنا بال 60,000 تقريبا على بالعربي. لانه في كثير عالم بيراقبوا بس ما بي، يعني بيكونوا بيتابعوك بس ما بيعملوا لك فولو. definitely هذا الشيء بنعرفه، ودفنتلي بنعرف انه في كثير ناس شارين الفولورز تبعونهم والى اخره. هذا كله ما بيعني شيء، يعني at the end of the day for a business you have to be organic، you have to be يعني قد ما فيك تكون متواصل مع الاشخاص اللي عم بيلحقوك، لانه هدول اللي حيحبوك. هلا دفنتلي نحن بلشنا يعني اذا بدك ديجيتال ماركتينج اكثر اخر كم شهر تنكون عندنا فيزيبيليتي اعلى والى اخره. definitely it's يعني البلاتفورم هيدول كتير مهمين للبراند، خصوصا انه صار في 100 حدا بيعمل 100 شغله. so you definitely بدك اياهم، بس باخر النهار دايما بقول البرودكت هو اللي بيبيع حاله. this is all يعني ماركتينج، بس مش اكثر من ماركتينج. لانه انت يعني انت فوتوغرافر، بتعرفك تاخذي صوره حلوه لشيء مش حلو، وبس exactly. وقت يجي واحد يشتري exactly. بعدين بلاقي انه لا شكله احلى، بدك الكواليتي، بدك الفكره، بدك ستوري، كله باخر النهار. وبعدين صرنا صار 17 سنه، هيدا بيقول لك كثير، لانه يعني بهال 17 سنه شفنا كثير ديزاينرز بالامارات وغير الامارات بلشوا وقفوا ما كفوا. بدك غير الباشن والحب للي عم تعمله والفكرة اللي عم تعملها انه عن جد تكون انت مقتنع فيها، لانه هيدي قصة بدك تخبرها، بدك تضلك عم تخبرها مع الزمن، ومش لانه اليوم فكرت انه لانه السما حلوة قررت اعمل شيء. سو قصتك لازم تكون جنوين. هلا انت ب 17 سنة تقريبا ماشي على ذات الخط، بتفكري انه تغيري فيه للخط او تزيدي عليه شيء تاني، ولا لا بدك تضلك على العربي؟
في افكار اكيد طالعه وحتطلع هوبفلي السنه الجاي، صار لي 4 سنين عم اشتغل عليها بالعربي، بتضلها بالعربي. سو anything نادين تعمله غير بالعربي لانه كرييتيف، لانه انا شخص بحب الفن، بحب الاشياء الجديده، بحب التطور بالديزاين. يعني وقت عم نحكي عن هيدي الكولكشن بتشوف يعني منا مثل اذا مطلع عليهم كلهم هون، هدول من الكلاسيكس تبعوني. هون بلشنا نطور، بلشنا نغير، ما بقى تشوف الحرف العربي مثل ما هو، طورت فيه. سو دائما لا بالعربي حتضل، وبعد 17 سنه I could still do something. يعني فيني قادره اعمل هيك اشياء جديده ومتطوره على جنب. اكيد بدي اعمل غير بالعربي، اكيد يعني في كتير اشياء براسي حابه اعملهم وطورهم وفرجيهم للعالم. طالما في راس عم يشتغل ليش لا. حلو فيك هيك انه عم تعملي، يعني عم تعملي دعسه وتكون اكيد منها. يعني ما بدك تعملي شيء مثلا، في عندك ناس بيقولوا لا خليني اعمل هيك، انه بحسوا حالهم كثير كرييتيف لانه عندهم كثير مشاريع. حلو الواحد يكون عنده كثير مشاريع وتكون كرييتيف وكله، بس دائما بقول النجاح اللي وصلت له انا اليوم تكون عم تعمل كولابوريشنز، اول برودكت اللي انت حتنجح فيه. مش ضروري يكون هيوج كولابوريشن او يكون شيء عظيم او كانه، لا الخطوه المضبوطه للوقت المضبوط هذا اللي بيعطيك القوه تبعيتك اللي بتستمر ثرو اوت يور يعني جورني على البراند تبعيتك. مضبوط. بما انه نحن برنامج سفر، قد ايه بتحب السفر؟ كثير. قد ايه بتسافري؟ كثير. بسافر كتير، لأنه كمان يعني وقت بسافر بستوحي من كتير أشياء من اللي بتشوفه، خصوصاً بروح على كتير معارض فن. أنه غير أنه بحب الفن، أنه بحب روح أشوف شو عم ينعمل جديد، يعني بيفتح لك الأفق. أي أكتر بلد هيك بتستوحي منه؟ ما في بلد معين، في نوستالجيا كبيرة للبنان، وكتير عندي أشغال خصوصاً بالفوتوغرافي للبنان او موصوله في تواصل او في موصوله فيهم. بس طبعا ايطاليا، اليونان، باريس، كله كل 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 اي كل محل بيعطيك شيء، بيعطيك فكره، بيعطيك احساس معين. اي ثينك الاحساس هو اهم الفكره. في شيء بلد رحت عليه وقلت بدي ارجع اجي وضليتك ترجعي تروحي؟ ميلان. I think لأنه بروح كتير للديزاين ويك، بقى بتشوفها بطريقة مختلفة. يعني ما بتعود هالإندستريال سيتي، بتصير أكتر ديزاين سيتي، واللذة بالتليان أنه وقت تصير أصحاب معهم خلاص بتفوت على بيوتهم، يعني مثلنا نحن بصير لك فاميلي. ايه وبيساعدوك، لذيذين، أنه بيفتحوا لك أبواب، بيعرفوك على أشخاص، بيقولوا لك إيه هيدا مثلاً they might like your، يعني حيحبوك، حيحبوا غراضيك، ليه ما بتعرف عليهم مثلنا شوي نحن. في شي ديزاينر معين بتتبعيه انت على طول وهيك بتحب شغله؟ في كتير، وعندي كتير اصحاب مثل خالد شعفار، ندى دبس، يعني عم بحكي من المنطقه اوبسلي، من برا كمان في كتير. وحلو يكون عندك صداقه مع هدول الاشخاص او تصير تعرفهم شخصيا، لانه اللانجوج او الحديث بيصير غير. يعني انا مثلا وقت بقعد مثلا مع حدا مثل خالد اماراتي، هو عندي قطعه من عنده، فيني اقول له مثلا انا شو عم فكر، بيفهم علي. مش لانه غير اشخاص ما بيفهموا، بس في هو ينصحني ويفتح لي اذا بدك، يعطيني فكره تفتح لي طريق تاني بتفكيري او تلهمني اني اعمل شيء شوي غير. لانه نحن كديزاينرز او كفنانين احيانا مثل حياة لشي تاني، منبلش بطريق معين، ووقتا نشوف انه هيدا سكسسفل بتلاقي حالك عم تضلك تعيد شوي الشغل. وبيجيك اشخاص مثل غير ديزاينرز بيقولوا لك نادين ليش ما عم تطلعي بهالطريقه، او ليه ما بتعملي هيك، انا شفت هيدا الشغل عندك، ليه ما بترجعي بتزوريه وانت بتكون حطيته خلص بالارشيف. هيدا الشيء حلو وقت بتحكي مع هيك اشخاص، لانه بيعطوك افكار جديده تتطور انت. خليتين هيك افكر بسؤال،
بتخافي تكوني ريبيتيتيف ولا بتفضلي تكوني ريبيتيتيف؟ لا بخاف كون بخاف كون ريبيتيتيف، خصوصا انه انا لانه عملت البراند تبعيتي اسمها بالعربي، حطيت حالي ب اذا بدك ما بدي اقول سكرت شوي على حالي، سكرت على حالي لانه قررت انه بس اذا مفكر فيها نحن بالعربي في يكون كل شيء بالمنطقه، يعني في يكون جيومتريك اركيتكتشرال هندسي، يعني حتى فيك توصل على المغرب يعني بالعربي من هي كله اكزاكتلي يعني فيني طور سو لازم اطلع بس من يعني حطيت حالي بهالشيء بس بعد 17 سنه لقيت حالي بعدني عم بتطور. نادين اخر سؤال معنا اذا بدنا ننهيها هيك بالسفر لانه احنا بروجرام سفر، مين اكثر شخص بتحب تسافر معه؟ مين اكثر شخص بحب اسافر معه؟ استرجع ما تقولي جوزك. بلا مش جوزي، لا بحبه كثير وحيتفهم هيدا، بس اللي اكثر شخص بتضحك وبنبسط نسافر معه هو علي خضرة. اوكي. هيز ا جود فريند اوف ماين، مع انه ليتلي ما سافرنا كثير مع بعض، عنده مجله سوربي وكانفاس ماجازين، بس انا وياه يعني بصير كوميك، يعني بصير مسرحيه. سو نادين بدنا اياكي تسحبي ورقه اخذ اللي بالنص لشوف على اي سيتي رح تكوني ان شاء الله تعرف تقري خطك. أثنز. بحب اليونان، رايحه على اليونان هلا، اخر مره كانت بشهر 6/7. اوكي، رحتي على أثنز؟ ايه حبيتيها؟ اخذت الوالده. هلا الله يخلي لك اياها. ثانك يو. أثنز كثير حلوه، كثير حلوه وبتشبهنا. yes. صح مزبوط مزبوط. اوكي ثانك يو نادين. ثانك يو مشاهدين، لكن نادين على حلقه أثنز، بنكفي مع حلقه أثنز.